جريفيث يقف على أطلال اتفاق ستوكهولم بعد محاولة ميليشيات الحوثي جره لمسرحية هزلية أخرى في صنعاء. استمرار الخروقات الحوثية للهدنة بقصف مواقع المقاومة ومنازل المواطنين والقوات الحكومية تتقدم في صعدة. ميليشيات الحوثي تقصف مخازن الغذاء العالمي في الحديدة وتمضي في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية. الثامنة والنصف توقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. جهود دولية حثيثة تحاول إعادة الميليشيات الحوثية إلى مسار السلام وإنقاذ اليمن من بحر الدماء الذي جرته إليه ميليشيات الظلام التي تمضي في صلفها وتعنتها وإصرارها على إفشال كل محاولات السلام لإنهاء معاناة اليمنيين وتسليم المناطق والمدن التي دخلتها بقوة السلاح سلمية، إلا أن الميليشيات تصر على مواصلة بغيها وانتهاكاتها وعدم التزامها بأي اتفاق أو تهدئة، مستهدفة مواقع المقاومة اليمنية ومنازل المواطنين ومخازن الغذاء والدواء وكل ما يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ حياة اليمنيين من حربها العبثية. وضع الحوثيون الأمم المتحدة وأمينها العام بتصرفاتهم الأحادية وعدم امتثالهم لما خرجت به مشاورات السويد في موقف محرج، ما دفع باتريك كامرت إلى القول إن الميليشيات أضاعت فرصة بناء الثقة. وفي هذا الصدد وصل مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء في مهمة هي أشبه بالوقوف على أطلال قرار مجلس الأمن 2451. ما إن حطت طائرة الأمم المتحدة في مطار صنعاء حتى كان الحوثي يعد لمصيدة إعلامية جديدة تتمثل في عمل مؤتمر صحفي، مصيدة بل مسرحية هزلية لا تقل شأنا عن مسرحية ميناء الحديدة التي وقع فيها باتريك كامرت. ويبدو أن الأمم المتحدة لا تلدغ من جحر مرتين، فقد رفض جريفيث رفضا قاطعا الصعود على منصة أعدت له بعشرات الميكروفونات والقنوات الإعلامية التابعة لميليشيات الحوثي نتيجة إغلاق مطار صنعاء. حاول الحوثي التجارة بالجانب الإنساني ومعاناة الشعب اليمني من خلال عرض حالات لأطفال مصابين بالسرطان، استثمار سياسي جعل الحوثي في خانة مخزية، بل وأعاد فتح قضية مطار صنعاء إلى السطح مجددا، مظهرا أن محمد عبد السلام في ستوكهولم رفض التفتيش المحلي مقابل فتح المطار، لتصبح بذلك الرسالة عكسية على ميليشيات الحوثي التي تفاقم يوما بعد آخر معاناة اليمنيين. فعليا جريفيث إلى صنعاء للوقوف على أطلال جهود الأمم المتحدة السياسية، رجاء وترجي بمحافظة الحوثي على القطار السياسي من الخروج عن السكة بعد تعثر عمل اللجنة المشتركة واصطدام إجراءات بناء الثقة بالرفض والتنصل من قبل ميليشيات الحوثي. وصل جريفيث إلى صنعاء هذه المرة للقاء قادة جماعة الحوثي، والأهم هو لقاءه باتريك كامرت، اللذان سيتشاركان مهمة إقناع قادة الحوثي بآلية تطبيق اتفاق ستوكهولم والعمل على حلحلة عراقيل هذا الاتفاق القاضي بوقف تام وكامل لإطلاق النار وتسليم الحديدة ومينائها والانسحاب من ميناء الصليف ورأس عيسى. الحوثيون أمام خيبة أمل للأمم المتحدة متمثلة بالأمين العام ومبعوثه إلى اليمن إزاء تحركاتهم الفردية ومسرحية ميناء الحديدة وفشلهم في السماح لقافلة مساعدات إنسانية بالتحرك إلى صنعاء ورفضهم نزع الألغام والعبوات وفتح الطرق وكذا تسليم خارطة الألغام التي تم زراعتها في المدن والموانئ الثلاثة في الحديدة. كذب الحوثي تسليمه ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل، ويبدو أنه كذب الكذبة وصدقها، ما دفع باتريك كامرت كبير مراقبي الأمم المتحدة للجلجلة بالصوت أن الحوثي أضاع فرصة بناء الثقة. واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها لوقف إطلاق النار وقصفت مواقع المقاومة اليمنية بمحافظة الحديدة. مصدر عسكري أفاد أن الميليشيات عاودت إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة عيار 14.5 و23 باتجاه مواقع المقاومة في منطقة الجاح، واستهدفتها بإحدى عشرة قذيفة RPG وقذائف هاون في ذات المنطقة. أضاف المصدر أن الميليشيات أطلقت قذيفة هاون على مواقع المقاومة بجانب مجمع سيتي ماكس التجاري في مدينة الحديدة وقذيفتي هاون على مواقعها في شارع 50.
موضحا أن اثنين من أفراد المقاومة جرحا بطلقات قناصة الميليشيات الحوثية في شارع الخمسين بمدينة الحديدة. في منطقة الجبلية جنوبي مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة، قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية بئرا للمياه بعدة قذائف هاون لتضاعف من معاناة السكان في المنطقة بهدف إجبار السكان على النزوح. آبار المياه لم تسلم هي الأخرى من قذائف الحقد الحوثية التي تستبيح كل شيء في الحديدة، وحولت مديرياتها المختلفة إلى ساحة حرب تستهدف منازل المواطنين فيها بكثافة بغية إجبارهم على النزوح ليخلو الجو لعناصرها التمثلس في المنازل والمناطق الزراعية. اليوم 14/1/2019 قذائف الحوثيين والهونة تصل إلى بئر المواطنين وتعطل منها المشروع. الآن قدامكم كل شيء، قدامكم شوف على الخراب والدمار من القذائف حق الحوثيين. بئر مياه يعتمد عليه عدد كبير من السكان في منطقة الجبلية جنوب مديرية الطحيتة، حولته ميليشيات الحوثي إلى ركام من خلال استهدافه بعدة قذائف هاون بشكل مباشر، وحرمت السكان من الحصول على المياه لتضاعف من معاناتهم التي فرضتها عليهم منذ دخولها مناطقهم بقوة السلاح. جرائم وانتهاكات متتالية ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية تؤكد يوما بعد آخر أن هذه الجماعة لا وجود للسلام والتعايش في قاموسها، وأنها لا تفقه سوى القتل والخراب والتدمير، ترجمة لشعار الموت الذي تردده كل يوم وتجبر أتباعها على ترديده، بل وتعتبر من لا يردد شعارها الزائف خائنا ومنافق يجب التخلص منه. يقولوا إن في هدنة، وين الهدنة؟ حتى المواطنين ما سمعوش من الهدنة حقهم. وطنة البير، البير شوفوا قدامك كما تشوف الآن البير كيف تهدم من القذائف حق الحوثيين. بشكل فاضح تمضي الميليشيات الكهنوتية في خروقاتها وانتهاكاتها، وتدعي زورا أنها تعمل مع المحاولات التي يبذلها العالم لإحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين، بل وقائع تؤكد عكس تلك الإدعاءات من خلال الجرائم والانتهاكات التي طالت وتطال كل شيء ولم تسلم منها حتى مقرات الأمم المتحدة، والتي كان آخرها مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة. وهذا البئر الارتوازي خير شاهد على تمادي الميليشيات في استهداف كل مظاهر الحياة في اليمن. كما واصلت الميليشيات الحوثية قصفها قرى المرازيق في منطقة الجاح جنوبي المحافظة، وأحرقت منزل مواطن ضمن جرائمها بحق المدنيين وأخروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار في الحديدة. قرى المرازيق بمنطقة الجاح جنوبي محافظة الحديدة باتت هدفا لقذائف وصواريخ ميليشيات الحوثي الإرهابية التي لا تتهاون في استهداف المواطنين ضمن جرائمها بحق المدنيين وخرقها المستمر لوقف إطلاق النار. منزل المواطن سليمان حسن في الجاح كان خير شاهد على جرائم الميليشيات إثر استهدافه بقذائف الهاون الحوثية التي لا تتورع في جرمها بحق المدنيين، ما تسبب في إضرام النيران داخله وإتلاف كل محتوياته. أسرة حسن كانت قد نزحت من المنزل في وقت سابق كغيرها من أهالي قرى المرازيق جراء قذائف الميليشيات الحوثية التي تتساقط عليها باستمرار لتصبح شبه خالية بسبب تعنت الميليشيات وإصرارها على إنهاء كل مظاهر الحياة والتهجير القسري للسكان. جرائم الميليشيات وحقدها على المدنيين الأبرياء يزداد يوما تلو آخر وبشكل هستيري، فجرائمها طالت كل مناحي الحياة حتى المنازل التي تعتبر المأوى الوحيد للمواطنين البسطاء أصبحت هدفا مباشرا لهذه الميليشيات الكهنوتية التي ضاعفت من معاناة اليمنيين منذ دخولها المدن بقوة السلاح. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن ناجي الأكاديمي بجامعة صنعاء، مرحبا بك. هل تسمعني؟ نعم، إذا الأستاذ محمد نعم معنا عبر الهاتف، مرحبا بك. مرحبا، أنا معكم. أهلا وسهلا. رغم الجهود الدولية المبذولة والتعامل المسؤول من قبل المقاومة اليمنية، تمضي ميليشيات الحوثي الإرهابية في خروقاتها وأيضا تعنتها، كيف تفسر ذلك؟
اولا احب ان اقول لكم ان الميليشيات الحوثيه تواصل ليس فقط خروقاتها وانما نفذت نفسا كاملا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في ستوكهولم وكذلك القرار العمومي 2451. الوضع يبدو بشكل عام مأساوي ويزداد سوءا يوما بعد يوم، حيث لم تلتزم إقامة الحوثي بأي استفاء بأي شيء بأي بلد من بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليها. هي لم تنتحب من موانئ الحديدة الثلاثة، وهي لم تفتح ممرات إنسانية مرور المساعدات الإنسانية إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظة التي لا تزال خاضعة لإقامة الحوثي، وهي كذلك لم تتوقف عن إطلاق النار وقتل المواطنين وتدمير المنازل. يعني اليوم واضح ان الميليشيات الحوثية تريد الانتصار، انقلبت بشكل كافر على كل الاتفاقات التي تم التوصل اليها، وهذا هو بيننا من الحروب. لديها مشروع وهي لا تريد ان تخوض في الاتفاقات ولا تريد ان تنفذ اي التزام ياتي اليه تتوصل اليه مع القوى الاخرى. لديها مشروع ايراني تريد ان تنفذ في اليمن مهما كانت، بمعنى انها استغلت الوقت لاعاده تنظيم صفوفها. الوضع صعب في الحديده وقتل متواصل على مواقع المقاومه المشتركه، والمقاومه المشتركه لا تزال حتى الان ضابطه، يعني لا تزال حتى الان متمسكه بالسلام وتحرص على السلام، ولكن يبدو ان صبرها سينفذ اذا لم تتحرك الامم المتحده ومجلس الامن الدولي ويتخذون الفوضى واستمرار تسليم اليمنيين والسجون دون التحقيق. لا اعتقد ان هناك حاجه لمزيد من المشاورات طالما وهناك قرار دولي وعلى المبعوث الاممي وفريق المراقبه الدوليه ان يكونوا واضحين في مساله من في تحديد من يقرصن من يقرصن مساله السلام في اليمن، من يقف ضد السلام، من يريد ان يواصل الحرب وسفك بناء اليمنيين، من يقف امن وسلام واستقرار ليس فقط اليمن وانما دول المنطقه. ما جدوى زيارة المبعوث الأممي أستاذ محمد؟ ستكون أشبه بداروس إذا لم يتم الآن إطفاء هذه الجرائم التي الممارسات الإجرامية التي توصلت. هل تسمعني أستاذ محمد؟ تسمعني؟ أستاذ محمد هل تسمعني؟ أستاذ محمد؟ نعم الأستاذ محمد العام رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، شكرا جزيلا لك. أفشلت القوات الحكومية محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في جبهة مران غربي محافظة صعدة. مصدر عسكري أكد أن مجاميع من الميليشيات حاولت التسلل بهدف استعادة مواقع خسرتها في وادي ليا وقرى مجاورة، لكن القوات الحكومية أحبطت المحاولة وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر في الأرواح. في صعدة أيضا سيطرت القوات الحكومية على مواقع استراتيجية كانت تتحصن بها بقايا ميليشيات الحوثي الإرهابية في أجزاء واسعة تربط محور علب ومديرية باقم. تمت السيطرة، تلك هي عبارة النصر التي تكلل بها أبطال لواء محور أزل في باقم شمال صعدة بعد معارك مستعرة مع العصابات الحوثية الإرهابية. المعارك استمرت لليوم الثاني على التوالي. كانت القوات الحكومية قد استعادت الخط الدولي الرابط بين السعودية ومديرية باقم وكذلك مدرسة الإمام الشافعي ومناطق أخرى، وما لم ينجز بالأمس أنجز اليوم. المعارك المندلعة بين الطرفين كانت واسعة في محاور مختلفة، كان التحرك سريعا لهزم الحوثيين والسيطرة الكاملة على الخط الرابط بين محور علب ومركز باقم وعدد من المباني الحكومية والسكنية، كما تم العثور على مخازن للذخيرة والقذائف والمتفجرات ومخازن أخرى كانت تخزن فيها تموينات غذائية للميليشيا. ساعات فقط كانت كافية لأن تبسط قوات الجيش سيطرتها وسط انهيارات للجماعة وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. فحصيلة القتلى قد بلغت خلال هذه اليومين أكثر من 30 قتيلا من الحوثيين. لم يكتفي أبطال محور أزال بهذا الحد فقط، بل واصلوا تقدمهم إلى المناطق القريبة من الخط الرابط بين محور علب وباقم. المتحدث باسم المركز الإعلامي لمحور أزال فائز الصعدي أكد عن سقوط قيادات ميدانية في صفوف الجماعة مع استعادة كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة،
كما أفاد عن انتزاع مئات الألغام من الأحياء السكنية في باقم وأطرافها، في حين تواصل الفرق عملها لانتزاع ما تبقى من هذه الألغام. والآن الجيش الحمد لله بقيادة الحارثي حفظه الله، العميد ياسر الحارثي حفظه الله، أنهم وصلوا إلى باقم وأنهم لم يعرقلهم من باقم والمديرية نفسها، مركز المديرية نفسها، إلا الألغام والعبوات التي زرعوها. وخلال العمليات العسكرية الواسعة للجيش في باقم أنجز المهم وباقي الأهم، وهو تحرير المديرية بالكامل. فأهالي باقم يأملون بأن تحرر من أيدي الحوثيين سريعا ويعودون لحياتهم الآمنة من جديد. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مديرية باقم. وعبد العالم دحلان مراسلنا في صعبة والجوف معنا عبر الهاتف. عبد العالم، ما الجديد لديك؟ نعم بندر، المشهد العسكري في محافظة صعدة تركز على جبهتين، الجبهة الأولى في مران والجبهة الأخرى في باقم. كان الجبهة الأولى محاولة تسلل للميليشيات الحوثية، أما الجبهة الأخرى وكان التقدم كبير جدا للقوات الحكومية. لو بدأنا من جبهة مران، كانت هناك مجموعة من مسلح جماعة الحوثيين تحاول استعادة قرية أم نعيرة وكذلك قرية الجارية. كانت منذ صباح اليوم تحاول أن تتقدم سيطرت على موقعين للجيش للقوات الحكومية، ومن ثم كان هناك تعزيزات عسكرية من اللواء العقبة استعاد هذه المواقع وتم السيطرة على الأجزاء الكبيرة وجبهة المعارك بشكل كامل. ما يخص الجبهة الأخرى وهي جبهة باقم، استطاعت القوات الحكومية ممثلة باللواء محور أزل الذي يقوده ياسر الحارثي أن تتقدم القوات الحكومية بقرية صفوان، استطاعت استعادة منذ أمس استعادت مدرسة الإمام الشافعي، واليوم استعادت مدرسة الوفاء للبنين. كانت القوات الحكومية قد كبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة، هناك عدد من كم هائل من القتلى بينهم بين هذه الجثث والقتلى قيادات ميدانية بارزة لجماعة الحوثيين كانت تدير هذه المعارك. ميليشيات الحوثي تحاول مرارا وتكرارا سواء في باقم أو في مران استعادة المواقع التي تخسرها، لكن دون جدوى. هناك المزيد من القتلى، هناك المزيد من الخسائر العسكرية للميليشيات الحوثية. أيضا القوات الحكومية عثرت على مخازن كبيرة للأسلحة في مديرية باقم، كانت هناك غرفة عمليات خاصة لميليشيات الحوثي، كانت من خلال هذه الغرفة تم تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات وتم زرعها في القرى وكذلك في منازل المواطنين في باقم. الفرق الهندسية كثيرا جهودها جبارة، وتنتزع هناك المئات من الألغام بل الآلاف من العبوات الناسفة والألغام المزروعة في منازل المواطنين وكذلك بممرات الطرق والمزارع. يعني ممكن أن نلخص التحركات العسكرية بشكل عام، تقدمات كبيرة القوات الحكومية بتخطيط متكامل وباجتياح وتقدم كبير جدا. نعم عبد العالم دحلان، شكرا جزيلا لك. وفي الضالع سقط 11 عنصرا من الميليشيات بين صريع وجريح بقصف مدفعي في جبهة دمت شمالي المحافظة. مصدر عسكري أوضح أن القوات الحكومية استهدفت بالمدفعية تعزيزات للميليشيات في قرية الحقب جنوب مديرية دمت، كانت في طريقها إلى الجبهة، ما أسفر عن مصرع 7 وجرح 4 من عناصر الميليشيات وتدمير طقم تابع للميليشيات. على مقربة من الضالع استهدفت القوات الحكومية مواقع الميليشيات الحوثية شمالي محافظة تعز موقعة عددا من القتلى والجرحى. مصدر عسكري أكد أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي شمال محافظة تعز محققة إصابات دقيقة، وقصفت بالمدفعية تحصينات الميليشيات في منطقة الحرير وادي جديد شمالي المدينة، ما أسفر عن مصرع 4 من عناصر الميليشيات وإصابة 6 آخرين. وينضم إلينا عبر الهاتف العميد الركن عبد المجلي الناطق باسم القوات الحكومية، مرحبا بك.
يا اهلا وسهلا بك يا اخي العزيز. انتصارات كبيره حققها ابطال القوات الحكوميه في مختلف الجبهات، اطلعنا على جديد تلك الانتصارات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا اخي العزيز، وشكرا للساده المستمعين والمشاهدين لقناه اليمن اليوم. اخي العزيز، هناك انتصارات حققها جيشنا الوطني، وهذه الانتصارات الحاسمة والهامة، وبالأخص في محافظة صعدة الذي استطاع جيشنا الوطني تحرير مواقع حاكمة وهامة في مركز مديرية باقم، واستطاع الجيش الوطني تحرير أيضا عدد من الأماكن الهامة المحيطة بمركز المديرية، كما أن هناك انتصارات في جبهة الشامية بمديرية باقم شمالي غربي محافظة صعدة. الجيش الوطني المسنود بطيران التحالف العربي نفذوا هجمات مباغتة تجاه تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية، واستطاعوا تحرير عدد من المناطق والأماكن الشاسعة، وأهمها تحرير قرية الشط وجبل وشعب العوماني وقهرة الشق وجبل الكويد، ولا تزال المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة. هناك أيضا إسناد من طيران الأبطشي الذي فعلا دك مواقع وتعزيزات الميليشيات الانقلابية الحوثية بين الحين والآخر. هناك أيضا انتصارات تحققت بالسيطرة على الخط الدولي الرابط بين مديرة باقم ومنفذ علب، وهذا الخط الدولي الاستراتيجي الرابط بين المملكة العربية السعودية واليمن سيكون له مردود كبير متواصل. وكذلك أنه على المواطنين الذين حرمتهم الميليشيات الانقلابية فترة من زمن من ذلك المنفذ الحيوي الهام. أخي العزيز، أيضا هناك انتصارات بالقرب من مركز مديرية كتاف، الانتصارات أيضا متوالية في محافظة الجوف وخاصة في مديرية خب والشعب، وكذلك جبهة الصبرين، والذي استطاع الجيش الوطني أن يكبد الميليشيات الانقلابية الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات. نعم. في مدينة تعز وفي الجبهة الشرقية أخي العزيز، تم القضاء على عدد من التسللات التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإجرامية الإرهابية، واستطاع الجيش الوطني أن يقمع تلك التسللات وأن تفر وأن يجبر الميليشيات الانقلاب الحوثية على الفرار الجماعي أمام الضربات المركزة. لكن الميليشيات الانقلابية لا تزال حتى هذه اللحظة تطلق القذائف العشوائية على منازل المواطنين، على مدينة تعز، تلك المدينة الآهلة بالسكان. هذه الميليشيات الانقلابية تتمتع بالإجرام وبالإرهاب تجاه شعب اليمني، لكن لن يفلتوا من العقاب الذي سيحل بهم مستقبلا. نعم. أيضا هناك انتصارات تحققها الجيش الوطني في جبهة البيضاء وكذلك الضالع. في مدينة الحديدة الجيش الوطني ملتزم أخي العزيز بعملية التهدية وقف اطلاق النار، لكن هناك قذائف عشوائية طالت منازل المواطنين. نعم. سواء داخل مدينة الحديدة. نعم. في الدهمية وكذلك محيط الجامعة والسبعة يوليو. نعم. وكذلك أيضا هناك ضربات على منازل المواطنين في حيس والجاح والدريمي، وأيضا عدد من المناطق الجيش ومواقع الجيش الوطني. نعم. العميد الركن عبد المجلي الناطق باسم القوات الحكومية، شكرا جزيلا لك. لم تكتفي ميليشيات الحوثي بسرقة الطعام من أفواه الجياع للمتاجرة به أو توزيعه على عناصرها، ليتفاجأ الجميع بقصفها للمخازن الخاصة بالغذاء وسعيها لإتلافه في تخزينه لفترات طويلة دون السماح بتوزيعه على الفقراء والمحتاجين الذين تحاول المتاجرة باسمهم كذبا وزورا. الحوثي لص بشهادة عالمية، ما زالت تداعيات سرقة ميليشيات الحوثي للمساعدات الإنسانية المخصصة للفقراء في اليمن تتصاعد، وكل يوم تتكشف حقائق جديدة عن النهب الممنهج للإغاثات الإنسانية من قبل جماعة الحوثي، حيث استخدمت الميليشيات طرقا عدة لنهب الإغاثات الإنسانية، منها منع توزيعها على المستحقين بشكل مباشر، وأيضا تزوير بيانات وتضليل المنظمات الدولية. ووفقا للواقع الإنساني، فإن كل موظفي الدولة مستحقين للمساعدات، لا سيما بعد أن نهب الحوثي مرتباتهم، إلا أنه أيضا نهب مساعدات كانت مخصصة لهم، فبأسمائهم سرق الحوثي الأموال العامة، وببياناتهم استولى على المساعدات. أتينا هنا يكتبون هنا يشلوا أسامنا،
ولا يندولنا أي حاجة. خطط حوثية منظمة للنهب والسلب. أما الجريمة الكبرى فهي منع الحوثي توزيع المساعدات لليمنيين وحصرها لصالحه، أمر أدى إلى تكدس الآلاف الأطنان من تلك المساعدات في هناجر التخزين أنتهت صلاحيتها. ها هي إما بيد الحوثي أو طعاما للسوس والدود. وجدنا هناك كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية التي لم توزع على أبناء الشعب، وأخذها إلى أسواق السوداء والبعض منها أكلها السوس. إلى جانب منع توزيع المساعدات، هناك عراقيل حوثية لما يتم توزيعه، أما ما سلم منها فيقصفها الحوثي ويحرقها في إصرار عجيب لاستمرار الأزمة الإنسانية في اليمن وتعمد واضح لتجويع اليمنيين حسب مراقبين. برنامج الغذاء العالمي صرح مؤخرا أنه أجرى تحقيقات تبين له أن جهات تابعة للحوثيين استولت على الآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية، موضحا أن منها جهات تتبع ما يسمى وزير التربية في سلطة الميليشيات المدعو يحيى الحوثي. منظمات دولية إنسانية عاملة في اليمن أوضحت أن سرقة الحوثيين الطعام من أفواه الجياع يعد جريمة، وقالت أنها بصدد تنفيذ إجراءات للحد من سرقة المساعدات منها نظام البصمة. هذه الإجراءات تضع الكثير من التساؤل عن مدى إلزام المنظمات الدولية للمنظمات المحلية الوسيطة باتباع الشفافية والكفاءة ودراسات ميدانية صحيحة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلى الميليشيات المتفننة لأساليب النهب والسلب. أكد مواطنون من أبناء محافظة الحديدة عدم استفادتهم من أي مساعدات تتسلمها ميليشيات الحوثي من المنظمات الإنسانية، بل تنهبها وتتاجر بها لدعم ما تسميه بالمجهود الحربي ضد اليمنيين. المساعدات والإغاثات التي تأتي من الدول منذ 4 سنين ونحن لن نستفيد منها أي شيء، نحن كمواطنين في الحديدة وكنازحين نحن لن نستفيد من هذه الميليشيات من أي إغاثة تأتي، وإنما هي تحولها إلى ميليشيتها لبيعها ودعم ميليشيتها، ونحن لا نستفيد منها ولا هذه الميليشيات لا عرفنا منها إلا الدمار والحرب والقتل وكل دمرت ما مش كل شيء جميل، لا تعطي كل شيء حسين، هي تعطي كل شيء جميل ونحن لن نستفيد منها منذ كنا عندها والآن لن نستفيد منها منذ نزحنا من عندها. وهل هي تأخذ التغذية المقدمة كمجهود حربي للميليشيات وتتاجر بها؟ نعم هي تأخذ التغذية المقدمة للمواطنين كمجهود حربي لها ولميليشيتها، ولن نستفيد منها شيء، ما استفدنا منها إلا القذائف والتدمير والقتل والمقتالة، ولم نعرف هذهم فئة لا يعرفوا كل شيء إلا الدمار والقتل، ولا يعرفون إلا لغة القتل والمقتالة والدمار، لن نستفيد منهم تغذية ولا نشتري منهم تغذية ولا استفدنا منهم تغذية من يوم ما سيطروا لا حتى اليوم. وننصح يعني كل المنظمات العالمية ألا تعطل عندهم هذول شيء ولا تجعلهم يصرفون عن شيء، بل ينزلوا إلى المواطنين ويصرفون المواطنين هكذا ماشي، لأنه ما استفدناش من التغذية، هم يأخذوا من كل المنظمات تغذية وطعم وهذا يحولوها إلى دعم مجهود حربي لميليشياتهم لقتلنا وتدميرنا وتدمير اليمن، دمروا كل شيء جميل. وإحنا نزحنا من الحديدة إلى صنعاء، من صنعاء إلى عدن، من عدن إلى الخوخة، وتبهدلنا تبهدل كثير، يعني تبهدلنا وبينا الذهاب حق الحريم وبينا يعني أسلحنا ولا حاجة بسبب الحوثيين. هل الحوثيين أخذوها؟ أخذوها شلوها التغذية، حصلوها في داخل حيث شلوها 2000 حالة في داخل حيث، تم سببها ابن محمود طالب الأهدل للحوثيين، وكان له مخازن في مدينة حيس، وكانوا يعني لا يوصلوا أي احتياجات للمواطنين لأنه الحوثيين ضمار شامل، وإحنا لا نريدهم، والألغام يعني فجروا الجميع والبيوت والصواريخ والهاون، وقدام شهر فجروا هنا انت الخيام صاروخ جابوا لهنا وما كان انت الحريم هنا في مخيم سلمان. ما عرفت من اللي شيخ تهاد إلها ألا تضمير والشمال الكامل الذين يحصل عليهم من النظرة الأخيرة يشلوها أولاد عبد الملك الحوثيين يبيعوا لمن يقول مجهود حربي، إحنا قلنا في حقيقة هذا اللي عاوز الله وهذا اللي قاعد يقول الله، لكن أهل اليمن ما شيء، إلا كله له لولده لأخوه لجاره
بس ليش ما تفضحوا؟ ولا تقول أنا حياتنا كلنا 4 سنين ما واحد حصل نص كيس دقيق أيضا تحلس على ضعيف. مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل. الميليشيات ترتكب جريمة جديدة في تعز وتقتل وتجرح العشرات بقصف استهدف حي 7 يوليو. جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية، قتل وجرح العشرات بخدائف أطلقتها على أحياء سكنية في مدينة تعز، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلها وإصابة 16 معظمهم أطفال بقذائف مدفعية أطلقتها الميليشيات على حي 7 يوليو السكني. تعالت الأصوات بالبكاء والعويل حزنا على مقتل 2 من أقاربهم وإصابة 16 آخرين في إطلاق ميليشيات الحوثي قذائف هاون على حي 7 يوليو بمنطقة الروضة شمال مدينة تعز. اتصلت به قبل شوية قلت لي خلاص مو تحتاج يما، قلت لي مري على البقالة جيبي لي حليب وجيبي لي صابون، يعني قبل ما تقع القذيفة بربع ساعة. خطرح القذيفة أنا قلبي حسين، سمعت الجماعة يدعي رياض رياض، قلت إيش فيه؟ قالوا اللي اختفت عوره تعال لأنه أنشيك تروح. قلت لهم قولوا لي بالصراحة بنتي ماتة، أنا حاسة أن بنتي ماتة. والقتلى الذين سقطوا الليلة الماضية هم طفل وامرأة، وقد قضى نحبهما فورا بسبب الشظايا العديدة التي أصيبوا بها، وخلف حالة حزن لدى أهالي الضحايا. بالأمس استشهدت امرأة وطفل بالإضافة إلى جرح 9 آخرين. خلال 4 سنوات قتل المئات بسبب القصف العشوائي على الأحياء السكنية. تزامنت هذه الجريمة مع ما يسمى مشاورات السويد أو محادثات السويد. كل المنظمات الدولية للأسف الشديد مع مبعوثها الأممي إلى اليمن يحاولون الصمت إزاء هذه الجرائم التي ترتكب من قبل جماعة الحوثي. وتسببت قذائف ميليشيات الحوثي في سقوط نحو 2300 شخص من بينهم 680 طفلا، وإصابة 16000 شخص بينهم 655 طفلا، فيما دمرت 2338 منشأة خاصة وعامة تقدر بملايين الدولارات خلال الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على تعز. يدفع المدنيين ثمنا باهظا جراء استهدافهم بالقذائف الصاروخية من قبل ميليشيات الحوثي، مما يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح فضلا عن أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. فيصل حسان، قناة اليمن اليوم، تعز. محافظ البنك المركزي اليمني يؤكد أن الميليشيات الحوثية لا تملك القدرة والآلية لطباعة الأوراق النقدية، وحالة من الاستقرار لأسعار العملة الوطنية والمعدن النفيس في الأسواق، وانهيار متوقع للاقتصاد الإيراني خلال العام الجاري.
نبدأ جولتنا الاقتصادية محليا، حيث أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام أن الميليشيات الحوثية لا تمتلك القدرة والآلية لطباعة الأوراق النقدية، وما يرد إليها من الخارج يتمثل في مواد ومن ثم تقوم بإخراج العملات المالية، وهذا ما يؤثر على السياسة النقدية للدولة. وأضاف أن الأجهزة المعنية تعمل مع البنك المركزي في عدم خروج هذه الأموال للأسواق ورصدها. واتهم محافظ البنك الميليشيات الحوثية بتضييق الخناق على البنوك بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بإصدار جملة من القرارات التي تقضي بمنعها من فتح الاعتمادات الرئيسية مع البنك المركزي في عدن، رغم تمويل البنك من الوديعة السعودية للمواد الأساسية في كل المدن اليمنية بما فيها المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. يشهد الريال اليمني حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية في الأسواق المصرفية، إذ يتراوح سعر صرفه مقابل الدولار خلال عملية الشراء والبيع ما بين 520 و530 ريالا، فيما يتراوح سعر صرفه الريال السعودي ما بين 137 و140 ريالا. وعزى اقتصاديون هذا الاستقرار إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست إيجابيا على قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية. يشهد المعدن النفيس في أسواق الذهب اليمنية شبه استقرار في أسعاره، حيث يتراوح سعر العيار 21 الأكثر رواجا في اليمن خلال عملية البيع والشراء ما بين 19,000 و18,000 ريال، والعيار 18 ما بين 16,000 و17,000 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 158,400 ريال للبيع و 149,600 ريال للشراء. وبحسب ساقة ومتعاملين، فإن الاستقرار الحاصل في أسعار الذهب مرتبط باستقرار الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 14%، إذ بلغ 80 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 و2018، وقفز حجز الاستثمارات في القطاع بنسبة 38% إلى نحو 22 مليار جنيه خلال العام المالي ذاته، مقارنة ب 15 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017. وأخيرا، توقعت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لمركز البحوث بالبرلمان الإيراني نموا سلبيا للاقتصاد الإيراني عام 2019 يصل نحو 5.5%، وأشار تقرير للمركز أن معدل النمو خلال عام 2018 كان سلبيا. يذكر أن نمو الاقتصاد الإيراني تراجع خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني الذي يتخذ سياسات عدائية لعدة دول في المنطقة ومنها اليمن، ما أدى إلى انهيار كبير للريال الإيراني وارتفاع معدل الفقر في أوساط الإيرانيين. مبادرة اليمن السعيد تدشن أنشطتها للعام الجديد بمهرجان فني للجالية اليمنية المقيمة في جمهورية مصر العربية بمشاركة كوكبة من الشباب اليمنيين المبدعين في مختلف المجالات. بنكهة يمنية أصيلة امتزجت فيها روح الأصالة والمعاصرة للفن اليمنية، نظمت مبادرة اليمن السعيد الشبابية مهرجانها الأول تدشينا لأنشطتها الثقافية والرياضية والإبداعية في العاصمة المصرية القاهرة للجالية اليمنية المقيمة في مصر. تعمل لأجل اليمنيين المتواجدين في مصر، وكل اليمنيين لا نستثني أحد، وهذه أول مرة نعمل يعني عمل جبار واحتفالات ومهرجان، واللي نقصد منه أنه إحنا نلم اليمنيين كلهم في مكان واحد للتعارف، للتعليم، للثقافة، للمحبة والسلام، وهذا أجمل حاجة اللي إحنا نعملها داخل اللي هي مصر الحبيبة. المهرجان تخلله كلمات لرعاة المبادرة وفقرات فنية متنوعة قدمها كوكبة من المبدعين الشباب اليمنيين واليمنيات، تغنت بالوطن الغالي والتراث اليمني الأصيل والرقصات الشعبية المعروفة بالبرع، ونقلت الحاضرين إلى أجواء اليمن التي لا توصف.
المرأة اليمنية حاضرة في هذه المبادرة التي تبرز قدرتها في التفنن بمختلف الأطعمة والحلويات والمكسرات، وكان لها حيز في المهرجان الذي أفرد مساحات للمأكولات الشعبية والأزياء التراثية اليمنية الموحية لأصالة اليمن في جذور التاريخ وإبرازها في أرض المهجر والاغتراب. يذكر بأن مبادرة اليمن السعيد تأسست في نهاية العام 2016 من قبل شباب وشابات يمنيين كمظلة للجالية اليمنية من طلاب الجامعات والدراسات العليا واللاجئين اليمنيين في العاصمة المصرية القاهرة، وتقدم خدماتها بشكل تطوعي في مجال التعليم والمشورة والتوعية الاجتماعية وتطوير المهارات وبناء القدرات وتمكين المرأة وحماية الطفل، بالإضافة إلى الإرشادات الصحية والاجتماعية والأنشطة الترفيهية للأسر اليمنية والأطفال، فضلا عن دعم تعليم اللغة الإنجليزية والاستشارات القانونية والفنية والمهنية. واختتم المهرجان بتكريم القائمين على مبادرة اليمن السعيد والمتعاونين والطلاب والطالبات الفائزين في المجالات التعليمية والرياضية والفنون المتنوعة. تأتي هذه الاحتفالية الفنية لنقل الجالية اليمنية في أرض الكنانة إلى الأجواء التي يحرم منها في الداخل اليمنية نتيجة الحرب وأوجاعها المؤلمة. أمين العتيبة، اليمن اليوم، القاهرة. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. جريفيث يقف على أطلال اتفاق ستوكهولم بعد محاولة ميليشيات الحوثي جره لمسرحية هزلية أخرى في صنعاء. واستمرار الطرقات الحوثية للهدنة بقصف مواقع المقاومة ومنازل المواطنين، والقوات الحكومية تتقدم في صعدة. ميليشيات الحوثي تقصف مخازن الغذاء العالمي في الحديدة وتمضي في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية. لقاؤنا على خير في أمان الله.